لكِ ولطاقم الفج الجديد ولجميع المشاهدين والمستمعين. اهلا، صباح الخيرات. يعني استقبال بحفاوة، استقبال جميل، ترحيب كان أكثر من رائع من أهلنا من قطاع غزة. نود أن تطلعنا على تفاصيل زيارة هذه البعثة الرياضية لنادي ثقافي طول كرم لغزة، وكذلك مع اللقاء المتوقع هذا اليوم مع اتحاد خان يونس. حقيقة أخت وفاء، يعني منذ اللحظة التي حصلنا فيها على التصاريح وتحركنا باتجاه الجناح الثاني للوطن في قطاع غزة، كان هناك بعض الصعوبات في التنقل، لكن عند وصولنا إلى مقر حانون حقيقة كان هناك حفاوة استقبال من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ممثل بأعضاء الاتحاد و إضافة إلى إدارة المعابر. كان هناك استقبال كبير. انتقلنا إلى مدينة غزة حيث مقر الإقامة في فندق المتحف على شاطئ غزة. حفاوة كبيرة في الاستقبال. حقيقة شعرنا بإضافة إلى حفاوة الاستقبال وجود برنامج منظم بشكل كبير جدا منذ اللحظة التي وصلنا فيها. هو أكثر من لقاء كرة قدم، يعني جميع الأعضاء الوفد نادي ثقافي طول كرم كان لديهم شغف في زيارة قطاع غزة. بعض اللاعبين لديهم أقارب، بعض أعضاء الوفد لديهم أصدقاء، بعض أعضاء الوفد لديهم أصدقاء منذ عشرات السنين لم يلتقوا بهم. قضينا أوقات ممتعة على شاطئ غزة، كان هناك برنامج منظم، التقينا بأعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، هناك زيارات من الإعلام الرياضي، هناك زيارات من أصدقاء من الزمن الجميل. تنقل أعضاء الوفد على معالم مدينة غزة، على ميناء غزة، وبالأمس كان لدينا زيارة إلى خان يونس حيث النادي الذي سنلتقي معه. هناك كان أيضا حفاوة استقبال من قبل الفعاليات الرسمية من محافظ غزة ورئيس البلدية وأعضاء النادي اتحاد خان يونس وكثير من الوجهاء. حقيقة شعرنا بمدى الحب ومدى الاشتياق ومدى حفاوة الاستقبال من قبل أهلنا في غزة. كان هناك تدريب أيضا للفريق أمس، واليوم سيكون هو موعد مباراة في طول كرم مع أشقائه في اتحاد يونس. نعم. حقيقة ليس مهم نتيجة اللقاء. صحيح. اللقاء بحد ذاته في قطاع غزة في حي الوطن هو الأهم. طب يعني المخرجات التي تتوقعون بصراحة أن تكون ملخص لهذه الزيارة في إطار ماذا يمكن أن تجملها لنا كابتن محمد؟ حقيقة يعني من مشاهداتي للبرنامج ومن مشاهداتي للانفعالات واللقاءات التي تمت، حقيقة نشعر مدى رغبة الجميع باللقاء. الاحتلال ينغص علينا هذه اللقاءات. أطفالنا هم من مواليد 2003-2004، لم يشاهدوا قطاع غزة مطلقا. كثير من أعضاء الوفد لم يشاهدوا قطاع غزة مطلقا. المعاناة في قطاع غزة تصنع المعجزات. يعني هناك إدارة حكيمة من قبل الاتحاد الفلسطيني وإدارة اتحاد خان يونس لديه بالحضور إلى المحافظات الشمالية. هناك لمسة إبداع، هناك لمسة انتماء كبيرة شعرناها لدى الجميع، وكثير من الفعاليات والنشاطات التي أقيمت حقيقة برنامج كان مضغوط بشكل كبير جدا، حيث يعني لا تتناسب مع لقاء رياضي. يعني كانت هناك لقاءات مستمرة وتحركات مستمرة لأن الوقت كان ضيق جدا. يعني الجميع يطالب
التعرف على قطاع غزة، على معالم قطاع غزة. الجميع يطالب الأقارب والأصدقاء. البرنامج مضغوط جدا، لكن الفرحة كبيرة لدى جميع طاقم ثقافي طول كرم. شعرنا بمدى الحب ومدى الاهتمام من قبل الجميع، ونتمنى أن تزول هذه الحواجز وأن يكون اللقاء للجميع. نعم، مدة الزيارة دكتور محمد والقادم ما بعد المباراة مع بطل غزة اتحاد خان يونس، ماذا بعد لديكم ربما من مخططات؟ حقيقة في نادي ثقافي طول كرم شعرنا محبة الجميع، تاريخ ثقافي طول كرم ولرجالات ثقافي طول كرم. الجميع يحملنا سلامات لأصدقائه ومحبيه سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الاجتماعي. بالأمس في استقبال فعاليات خان يونس لوفد ثقافي طول كرم كان هناك الجميع في هذا الاستقبال، حملونا سلامات لأصدقائهم لعائلاتهم، وأتمنى أن تستمر هذه اللقاءات. ثقافي طول كرم لمس لاعبي ولمس إداريي مدى أهمية اسم ثقافي طول كرم، تاريخ ثقافي طول كرم في قطاع غزة. الجميع يتكلم عن هذا النادي باحترام وتقدير، وتقدير لإنجازاته وتقدير لرجالاته الذين صنعوا هذا التاريخ. نعم، وهذا بالتأكيد يعني بتاريخ طويل وإنجازات عظيمة من كافة الذين دائما وأبدا لعبوا ومثلوا بالفعل العنوان نادي ثقافي طول كرم. نتمنى كل التوفيق لكم ولأهلنا في غزة هاشم، وأن تكون دائما هذه اللقاءات مليئة بالمشاعر الجميلة وباللحمة الوطنية. أشكرك جزيلا من غزة هاشم في هذه اللحظات. انضم إلينا الكابتن محمد صباح عضو هيئة إدارية لثقافة طول كرم، شكرا جزيل الشكر، ونتمنى أن تعودوا إلى مدينة طول كرم سالمين آمنين بإذنه تعالى، وكل التحديات لأهل غزة في هذه اللحظات. نواصل مع حضراتكم في مشوارنا.